أيضا يقول محمد جميل حسين مصطفى من جمهورية العراقية، يقول إن الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين بتجنب اتخاذ القبور مساجد، فنرى بعض المساجد مبنية فوق قبور الأنبياء والمشائخ السابقين في الإسلام، هل يجوز هذا؟ الذي يفهم من صيغة السؤال أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد جاء في القرآن، لأنه قال إن الله يخاطب المؤمنين بتجنب، فظاهر سؤاله أن ذلك في القرآن والأمر ليس كما ظن، نعم. إن كان قد ظنه فهذا ليس في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين القبور مساجد، فجاء ذلك في السنة. نعم. ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد أنها من كبائر الذنوب، ولكن إذا وجد قبر في مسجد، فإن كان المسجد مبنيا على القبر وجب هدمه وإزالته، وإن كان القبر موضوعا في المسجد بعد بنائه وجب إخراجه من المسجد. فإذا الحكم للأول منهما، إن كان الأول هو المسجد فإنه يزال القبر، وإن كان الأول القبر فإنه يهدم المسجد، ولا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز دفن الموتى في القبور في المساجد. ولا يرد على هذا ما استشكله كثير من الناس بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه الموجودين في المسجد النبوي، وذلك لأن المسجد لم يبنى عليهما، فالمسجد كان مستقلا، وهذه كانت حجرة لعائشة رضي الله عنها دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض، واختار أبو بكر أن يدفن معه، وكذلك عمر رضي الله عنه، وقصة عمر في مراجعة عائشة في ذلك مشهورة. أقول لا يرد على ذلك، لأن هذه الحجرة كانت متميزة منفصلة عن المسجد، ولم يقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحباه في المسجد، ولم يبنى عليهما أيضا. لكن في زمن الوليد وفوق 90 من الهجرة احتاج المسجد إلى زيادة، فرأى الولاة في ذلك الوقت أن يضاف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها حجرة عائشة، إلا أن الحجرة بقيت منفصلة متميزة عن المسجد ببنايتها، على أن من الناس في ذلك الوقت من كره هذا الأمر ونازع فيه ولم يوافق عليه. وقد ذكر أهل العلم أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت في المدينة، وأن الموجودة من الصحابة في ذلك الوقت كانوا نازحين في البلاد الإسلامية التي فتحت. وعلى هذا فالمسألة يعني إدخال الحجرة في المسجد ليس موضع اتفاق من الناس في ذلك الوقت. نعم. إلا أنها بقيت ولم تغير، لأن تغييرها صعب، تغييرها صعب، فلذلك أبقوها على ما هي، لكنها ولله الحمد متميزة عن المسجد، منفصلة عنه، لم توضع القبور في المسجد ولا المسجد بني عليها. نعم، أحسنتم.